السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خير شيخنا. نعم. الآن ما يجري على الساحة العربية والإسلامية والسورية خاصة، يعني سواء المهجرين سواء اللاجئين الآن إلى أوروبا والتغيير الديمغرافي، السجون التي الهياكل العظمية الآلاف المؤلف التي ماتت تحت التعذيب، الخراب الذي أقول الآن معروف للجميع. أحيانا قلوبنا النساء اللواتي في السجون وما يجري لهن، قلوبنا لا تتحمل ذلك. يعني ممكن أنا أكون جالس على نشرة الأخبار لا أشوف حتى لا أرى الدمار الذي في بلدي. هاي بعلامة إيمان. يعني أحيانا قلبي يعني أمسك لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى لا أحصر فكري في التفكير حتى لا تصيبني جلطة، ليس خوفا من الموت، خوفا من أن أشل وأكون معاقا. يعني أحيانا القلب لا يتحمل. أفيدونا جزاكم الله خيرا، وخاصة النساء اللواتي في السجون البساجين جزاكم الله خيرا. سيدي واحد أمامك ثلاثة أصفار قديش؟ ألف. ثلاثة ثانيات مليون. ثلاثة ثالثات ألف مليون. ثلاثة رابعات مليون مليون. الواحد هون والأصفار للحائط، كم هذا الرقم؟ مثل آخر، واحد بالأرض وأصفار للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل ميلي صفر، ما هذا الرقم؟ هذا الرقم إذا نسب للا نهاية صفر. فالدنيا إلى نهاية، وفي جنة عرضها السماوات والأرض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لما الإنسان يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شراً قط. المشكلة أن الناس بالواقع العملي مو داخل الآخرة بحساباتهم، فإذا فقد شيء من الدنيا بعدة كارثة. الصحابة الكرام، النبي قال أوذيت في الله سيد الخلق وحبيب الحق وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوماً لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال وهو سيد الخلق وحبيب الحق. علة وجودنا في الدنيا الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إن كنا مبتلين. البطولة ليست ألا تصاب بالابتلاء، لكن البطولة أن تنجح في الابتلاء. وصدق ولا أبالغ، أنا أتوقع أن بعد هذه المحن التي أصابت بعضاً من الدول العربية، بعد هذه المحن في قفزة نوعية إلى الله، وفي علاقة مع الله جديدة، وفي تغير نوعي إن شاء الله. هذا هو التفاؤل، والمؤمن المتفائل. فكل محنة بعدها منحة من الله، وكل شدة بعدها شدة من الله. المقولة التوحيدية الرائعة، كل شيء وقع في الخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. ما معنى أراده؟ لا تعني أراده أنه أمر به، ولا تعني أراده أنه رضيه، لكن سمح به. كيف؟ أب طبيب تزوج ما أنجب 10 سنوات، ثم أنجب طفل آية في الجمال تعلق به تعلقاً مذهلاً. الأب الطبيب اكتشف أن ابنه مصاب بالتهاب الزائدة، الآن يسمح بتخديره التخدير الكامل وفتح بطن ابنه واستئصال الزائدة. هي معنى أرادة، مو معناها أمر ولا رضي. فكل شيء وقع أراده الله، سمح به لحكمة بالغة بالغة. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. شر مطلق بالكون ما فيه، لأنه يتناقض مع وجود الله. في شر نسبي موظف للخير. الدليل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يعني استخدم الورقة الطائفية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. الآن دقق، ونريد أن نمن
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الآية تنطبق على العالم الإسلامي 100%. فنرجو الله أن نوفق إلى قفزة نوعية إيمانية وعلاقة مع الله طيبة وإحكام وإحلال الشرع الإلهي مكان الأشياء التي تتناقض معه. آمين. جزا الله خيراً.